السلام عليكم، اهلا بيكم. الفيديو اللي هعمله معاكم دلوقتي هو ازاي بعمل صابون من الدهن بتاع اللحمه اللي احنا بنحوشه وبعد ما بنسيحه. ديت البقايا بتاعه الدهن بعد ما سيحتها، لان انا ما بستعملش اي دهون في اللحمه، بجمعها وعينها في الفريزر وبعد كده بسيحها اعمل منها صابون عشان الاضرار الفظيعه بتاعه الدهون. فدي البقايا اللي طلعت من تسييح الدهن، انا ما بستعملهاش في اي حاجه ولا في طبيخ ولا في حاجه، برميها. فده الجزء اللي هو ايه بيترمى، لكن انا باخد الدهن السايح اللي نزل وهو دافي وبعمل منه الصابون. وهقول لكم ازاي بكل بساطه بيطلع صابون جميل جدا. اول حاجه انا بعملها كل كيلو ونص من الدهن السايح بعد ما بسيحه بعايره بالكوبايه اللي زي دي، يطلع 6 كوبايات، يبقى ده كيلو ونص من الدهن، سواء كيلو ونص دهن او كيلو ونص زيت من القديم المستعد او ده نفس العيار. فانا النهارده هعمل لكم من الدهن ونشوف العيار هنستعمله ازاي. بجيب اللي هو بلبس كمان من الاول اهوت عشان هدوب ربع كيلو من الصودا. ديت الصودا انا لابسه الكمامه، ويمكن الصوت واضح عشان الابخره بتاعتها ما تضايقنيش، لان في ناس صدرها حساس زي حالاتي كده ما تستحملش ايه الصودا دي. بعد كده بعمل ايه، انا عندي هنا دول كيلو، يعني 4 كوبايات من الدهن السايح زي ما هو واضح فيه بقايا اهوت من ايه الدهن. دول 4 كوبايات يعني كيلو، بس انا عايزه اعمل العيار النهارده كيلو ونص عشان عامله ربع كيلو من الصودا. هكمل عليهم 2 كوبايات من الزيت القديم اللي هو المستعمل ده عشان اظبط العيار بتاعي، لان 2 او 2 مجين من دول نص كيلو، سواء زيت او دهن من الدهن السايح بتاع اللحوم اللي احنا بنرميه. بعد كده انا الصودا دابت اهيت طبعا و سخنة جدا، تدوبيها اما في بلاستيك او ازاز عشان هي بتطلع حرارة عالية جدا. بعد كده انا بقلبها على الزيت او الدهن السخن. يبقى انا قلبت الزيت او الدهن السخن بالعيار مع ربع كيلو من الصودا. بعد شوية هيبدأ ايه، طول ما انا بقلب كده هيتقل يعني بس الدهن انا سايباه سايح ليه، عشان يبقى دافي، لان هو لو متجمد مش هعرف اقلبه. فانا قبل ما ابدا معاكم يعني دفيته شويه، خليته دافي عشان يسيح عشان اعرف اعايره. فانا كنت معايرهم 4 كوبايات يعني كيلو، اضفت عليهم 2 كوبايات من الزيت لان ايه الدهن ما كانش كفايه حطيته. فبالشكل ده بدا ايه، لو تشوف بقى هو عشان دافي القوام سايح شويه، لكن هنقعد نقلب كده شويه شويه لغايه ما هيتقل. وايه طبعا زي ما قلت لكم بنعمل الصودا واحنا لابسين الكمامه. اتمنى كده الصوره تكون واضحه. بعد كده كل اللي هنحتاجه حاجه بسيطه خالص، 2 معلقة من ملح بتاع الاكل، 2 معلقة ملح من بتاع الاكل اهوت، بنضيفهم ونقلب. هي الفكره ابسط من البساطه، وبس حاجات بنرميها بنستعملها بنعيد تدويرها وبنستعملها، بتبقى جميلة جميلة جدا وموفرة. بعد كده كمان في اضافة تانية اللي احنا هنحطها، بس الاضافات دي تبقى بالترتيب، يعني احنا بنقعد نقلب كده بالترتيب. انا هشيل معلقة الخشب دي، اجيب معلقة اسباتيولا احسن عشان ما تعملش صوت. برضه بتعمل صوت عشان الملح. فانا بعد ما قلبت كده الملح مع الصودا دوبتها والزيت والسمنه الدهن السايح ده عيرته وقلبتهم على بعض، يبقى اول حاجه حطيناها الصودا الدايبه، بعد كده حطينا الملح، بعد الملح برضه كل حاجه بنستمر. اهم حاجه في الموضوع ده هو التقليب، التقليب المستمر. بعد كده بحط 5 6 ليمونات كده
وبرضه في اتجاه واحد، يعني ما نرجعش كده فينا خمس ست ليمونات معصورين نقوم ايه ضايفينهم كمان معانا هنا. وزي ما قلت لكم ايه الترتيب، ترتيب ثم الترتيب في اضافه ايه الحاجه. عندنا بقى هنا اضافه، يعني هنا الزيت عشان قديم وشكله مش حلو، انت عايزه تغيري مثلا لون الصابونه. احنا بنستخدم طبعا الصابون ده لغسيل المواعين، حاجات المطبخ، الحاجات اللي بالشكل ده يعني، بس بتبقى رغوته قويه جدا. والعيار ده بتستعملي الصابون تاني يوم، لانه بعد ربع ساعه من صبه في القوالب اللي انا هصبه فيها دي بينشف، بعد ربع ساعه بقوم مخرطه ايه القطع بتاعته، وتاني يوم الصبح بينشف وبيبقى جاهز للاستعمال، بتبقى الصابونه جامده وقويه جدا. فانا بعد ما عملت كده بيبقى ايه في اضافه بسيطه خالص، يعني ممكن نحطها وممكن ما نحطهاش، لان العيار ده مظبوط جدا، مش ممكن هيعمل لك اي لسع في الايدين ولا حرقان ولا اي حاجه. بالعكس الصابون ده هو اللي انت بتستعمليه في المواعين وكده بينعم الايدين جدا، وانا بستعمله على طول والله، ورغوته حلوه، لان كل ما كانت الصابونه جافه فبتبقى الرغوه بتاعتها قويه. يبقى في عندنا ايه اللون ده بمزاجك، عايزه تجيبي ب2 جنيه لون وتضيفيه، حط اللون اللي يعجبك. لكن انا بحط بقى ايه اضافه تانية صغيره، بنجيب ايه نص معلقه صغيره من ملح الليمون. ديت فايدتها ايه، النص المعلقه دي فايدتها ان لو كان في زياده في الصودا شويه او في حرقان او اي حاجه، دي بتعادل البي اتش بتاع خلطه الصابون بتاعنا، وما بيعملش اي حرقان وما بيعملش اي حاجه، وبيبقى امن جدا جدا على قديم. ديت اللي هي بتاعت ايه الملح الليمون، اضافه بتاعت ملح الليمون. فشوفي هو القوام عمال بيتقل بيتقل، كل ما بيتقل يعني معنى كده قربنا ايه نعمل إيه، يعني قربنا الصابون يكتمل. في حاجه تانية عندنا الاضافه الاخيره، اللي هي اي صابون سائل عندك، ارخص الانواع من اللي انت ده من النوع اللي بيعملوه بيبيعوه جاهز كده، الكيلو تقريبا من 5 جنيه، هناخد منه نص كوبايه او كوبايه ونضيفها هنا، وحسب لونها بقى هيطلع ايه هتتلون معانا الصابون ده. فاحنا هنا مش حاطينها عشان اللون، لكن هي وجودها اساسي كبادئ في الصابون، يعني بادئ كده في الصابون يدلنا نتيجه كويسه في الصابون بتاعنا. شوف بدا يتقل، ده معناه ان خطواتك كلها صح والعيار بتاعك كله صح. اجيب بقى الايه الصابون السائل اللي قلنا عليها، اهوت الصابون السائل الرخيص، واتمنى صوتي يكون واضح لان دي طبيعه فيا ما وحشه قوي الصوت الواطي ده، بس اعمل ايه بقى، كل بحاول يعني ان انا صوتي يعلى، يلا استحملوني. فده ده الصابون السائل اهوت اللي ايه الرخيص اللي قلنا عليه الرخيص اللي بنجيبه 5 جنيه كيلو، هناخد منه كوبايه، يعني كوبايه ده تطلع كل المعايير اللي انا عامله لكم النهارده بالكوبايه، يعني مش مستاهله اي حاجه، كوبايتين نص كيلو سواء من ده او من الزيت او من الدهن او من اي حاجه. بعد كده اهو تشوف بدا ايه كل شويه بيتقل بيتقل، هضيف ايه الصابون، الصابون بقى الايه السائل اللي احنا هيبدا يتقل اكتر واكتر. يعني انا كل حاجه بضيفها لازم مع التقليب المستمر، مع التقليب المستمر. ما عادش عندنا حاجه تانية غير اللي هي ان انا احطه اخر حاجه، هي دي الاضافه دي، وخلصت القصه بتاعه الدهون اللي كنا بنرميها. كنا بنرميها واحنا دلوقتي بنطلع منها احلى صابون سائل، قصدي احلى قطع صابون لغسيل المواعين وغسيل فوط المطبخ، يعني يديلك نتيجه ممتازه جدا. فبدا يتقل خالص اهوت، انا بس كل ما بتقلبي كتير بيتقل، كل ما كان التقليب يعني اكتر كل حاجه تجانست يديكي نتيجه كويسه. بعد كده انا هوريكي ايه النتيجه، دي نتيجه صابون اهوت انا كنت عاملاه اهوت. شوفي ناشف جدا ازاي، ناشف خالص خالص، كل ما كانت ناشفه زي ما قلت لك بتبقى رغوتها جميله جدا. ده جزء من اللي ايه اللي انا بعمله قبل كده. فده هوريكي بقى انا بحطه في علب زي ايه كده عشان اصبها،
ويبقى عندنا اهوت. شايفه مثلا علب زي دي كده، ده صوت الاذان يا جماعه. فبالشكل كده انا بحط في العلب بالشكل ده، بعد ربع ساعه هتلاقيها جمدت من نفسها، شدت خالص. بقسمها بقى بالسكينه وهي قبل ما تجمد على الاخر، يعني بتبقى جامده بقسمها بالسكينه على حسب القطعه اللي انا عايزاها. بحطه كله في علب زي دي كده، بحطه بقى ايه في البلكونه كده في الهواء. تاني يوم الصبح بيكون نشف خالص خالص، او اسيبه يوم تاني مش مشكله، وبيبقى جاهز على طول للاستعمال زي ما شفتي. انا ممكن اخد اضربه ضربه في الخلاط عشان اديه يعني اديه قوه اكتر، يعني كل لان الضرب هو يعني التقليب بدل هو كده تخن خلاص، يعني هو تخن مني خلاص كده، يعني لازم اصبه بقى وهيجمد وبقى زي الفل. يا اما اضربه في الخلاط الخليط كله، يا اما بقى بالشكل ده بقى حلو وخلاص. اتمنى الفكره تعجبكم، اتمنى تجربوها. بعد ما قلبت كل المكونات بدات اصبها في العلب البلاستيك بالشكل ده، وبسويها على اساس قبل ما يجمد العجينه مني، وبعد كده لما تنشف شويه انا هقسمها بالسكينه للقطع اللي انا عايزاها. شوفي دي اول ما صبيتها على طول وكان لسه سايح شويه بدأت متساوية، لكن لما اتأخرت عليها شوية بدأت ايه تتماسك، بيبقى ايه وشها مش ناعم شوية. فعشان كده ده الفرق بين ان انا اصبها بسرعة لان العجينة مقدرها يعني الخلطة مقدرها مظبوطة، فانا ايه هحاول اسويها بحاجة تانية عشان تبقى ناعمة وكويسة بالشكل ده. يعني مش عارف اهو بسويها كده عشان تبقى وشها متساوي، لان زي ما قلت لكم بتجمد على طول بعد ما بنصبها. وبحط طبعا طبع السمك اللي انا عايزاه، لو عندي حاجه هتشيلهم كلهم بحب اصبها مره واحده، لان انا بحط العيار كده مكوناته والسوائل اللي فيه على القد يعني بالظبط، بحيث ان هو يجف بسرعه، لان في ناس بتخليه في البلكونه بالشهر وكده، لان ايه المعايير بتبقى السوائل فيها زياده شويه، لكن دي مظبوطه وحلوه وجميله وناعمه وزي الفل. بعد كده هي نشفت اهي اقل من ايه اقل من ربع ساعه اقل، ما فيش، مجرد ان انا بتكلم بخططها بقى بالسكينه كده اهي. ممكن اعمل كده واعمل كده، يبقى دي عندي اهي ايه اربع قطع من الصابون هنا، ونفس الحكايه هعملها بالشكل كده هنا، بس دي هسويها بايدي بقى بعد كده عشان ايه التصوير وكده. فانا بحطهم بالشكل ده، احطهم بقى في البلكونه، لان بخرطهم وهم ايه لسه لسه يعني ده لسه سخنه ولسه برضو الى حد ما طريه. تاني يوم الصبح تبقى ناشفه جدا وقويه، ولما بتنشف وتجف بتبقى هي النتيجه الحلوه اللي احنا شايفينها دي. ولو انا حط مثلا اي لون صابون سائل بيكون ازرق اخضر بيبقى لونه حسب اللي انا اضفته بالشكل الحلو ده، وناشفه وقويه جدا هنا. يعني انا ممكن احط ايدي كده عادي، ليه؟ لان هنا بس عشان هي سخنه فانا مش عايزه ايديا تلزق فيها. هجيب كيس كده اهوت احسن، واحطه على وشها واسويها عشان تبقى ناعمه بالشكل الجميل ده. عايزين تشوفوا الرغوة وتشوفوا الجمال بتاعها. اجيب لكم شو حاجة ترغي فيها، نجيب حاجة كده اهي. شوفي هنا كده عشان بس تشوفوا انها بيرغي قد ايه. هنا الطبقة القليلة، رغوة شفافة جدا وجميلة وناعمة على الايد، والصابونة جامدة يعني تفضل جامدة ناشفة، لان الصابونة لما تكون معجنة رغوتها وحشة وما بتديش، وشوفي ولا بتأثر على الايد وزي الفل. اتمنى الفكرة تعجبكم، وترموش اي حاجة، استفيدوا من كل البواقي، ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والشير، وجربوا الفكرة هتعجبكم ان شاء الله. حياتي عزة سدان.